بص يا اسطى، انا معلقك في الشباك. اوديك فين تاني؟ الحياة فرصة غير عادلة يا جدعان. والنبي بقى ذكي يا وليه اختي، النت بيقطع يا اسطى. معلش قول لي اعمل ايه. النت بيقطع، استنى افتح لك الشيش. طيب يا خلين عن ابو العيش. افتح لك نت مش عارف. استنى 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 استنى، مش عارف احنا نطلع الشارع بعد كده. نطلع لكم فين تاني؟ ايه ده، انا هفضل كده ماسكه كاستر؟ بص يا اسطى، انا كده قاعد في البلكونه. استنى استنى، هعلق الرينج لايت في الشيش، لو وقع هعيط، اقسم بالله هعيط. هو انت قاعد ليه يا اسطى بجد دلوقتي؟ والله والله العظيم شايفني كده يا اسطى؟ والله العظيم سبحان الله، انتوا قاعدين لغايه دلوقتي ليه؟ مش عارف. لا بس حلو، احنا قلينا بقينا 200. تخيل حياتي بائسه قد ايه انا معلقك في الشيش. يلا يا فقر والله. وانتوا ماشي؟ انت كنت عايز حاجه عشان تقول للبنت؟ بص يا اسطى، قول لها معلش صوتك بيقطع. تقول لك صوتك ايه ده، انا باعت لك فويس مثلا. قول لها اصل بيقطع قلبي. تشغل نفسك. انا كنت رخم قوي والله العظيم. يا عم اوعى يا عم. ماشي قشطة. يا جو انا مش عارف اروح لها، بحبها بقالي 7 سنين. 7 سنين بتحبها؟ ما قلتلهاش. بص، هو نزار قباني كان بيقول لك بعض الهوى لا يقبل التأجيل، بعض الهوى لا يقبل التأجيل. اتلحلح. والله اتلحلح. والله تروح منك يا ابن الكئيبة. انا اشتريت شقابيب يا ابني، شقابيب مش كده يا عم؟ ماشي، لو اكتئبت هيكون بسببك. برافو يا فوزي، انت اخترت الرواية السليمة. يا عم انا قلت لك ما تقراهاش اصلا. النت فصل، النت فصل. ازيك يا نهى؟ كاتاتونيا اللي كانت موجودة في كتاب علاقات خطر. ايوه صح. اي انه يقعد لمرحلة الجنين. يا لهوي الكاتاتونيا، يا لهوي. مش بقول لك انا فاكرها الكاتاتونيا. الكاتاتونيا. كاتاتونيا دي كانت اللي هي معنى كلمة لاتينية معناها جثة. كاتاتونيا دي يعني جثة، ف دي معناها يعني جثة. انا فاكرها كويس، دي كلمة الكاتاتونيا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ازيك يا مرمور؟ ازيك يا ام ليندا؟ ام ليندا يا اسطى صحابها تافهه قوي يا اسطى. انا كان عندي واحده اعرفها، اقسم بالله اقسم بالله، صحابها كانوا بيتحايلوا عليها وقت يوافقوا على عريس عشان يلبسوا فستان الفرح، عشان يلبسوا فساتين. انت متخيل العقليه رايحه فين؟ العيال متخلفه. والله العظيم متخلف بقايم. والله العظيم قعدوا يتحايلوا عليها عشان يجوزوها، مش يجوزوها، يخطبوها، عشان بس عايزين يلبسوا فساتين فرح. والله لا، في ناس عبيطه يا عم، كبر دماغك. ايه اكتر رساله قالتها لك واحده دقيقتك؟ واحده قالت لي قبل كده. قالت لي انا بحبك عشان انت بتسليني. كنت حمار. و لا لا، اشتغل اهو. ازيك يا سهيله؟ سلام عليا عشان بقالي كده. ازيك يا لوليانا؟ ازيك يا دودة؟ قلب اللي هو وحش والله يا ولاد قلب. ازيك يا هلاء؟ ازيك يا كارين؟ ازيك يا ولية يا كارين؟ فين ايام النت بتاع البيت؟ والله نسرين، الله يسترها بقى. والله يا اسطى بكلمك من الباق. ايه ده؟ ازيك يا نادين؟ يا ربوبة. فضلت انفخ فيه لحد ما اصدق انه براد بيت وهو بيت بس. الله يخرب بيتك. ازيك يا نادين؟ يا لهوي على الفضايح. قول لي حاجه اشقطها بيها. بتنفض لك. بص يا اسطى، اقول لك خلاص انت طلعت من دماغي،
وبص لها بقرف كده تقول لك حلو، قول لها بقيتي في قلبي. يا بارد يا ابن البارد، تقول لك كده والله العظيم ثلاثة. أنا بدي النصيحة لأصحابي والله العظيم، ياخد مني الكلمتين من هنا يروح يقوله، بتدي له بلوك، تدي له بلوك، تدي له بلوك. ده خطة مهمة. ازيك يا هجر، يا جو ازيك يا نسمة، ازيك يا بنت يا نسمة، انت متعلمة. والنبي يا ابو حميد، يا النبي جو مش عارف ابطل اقارن نفسي. يا لهوي ليه كده يا احمد؟ لا يا احمد ما تعملش كده، ما تقارنش نفسك بحد يا احمد، انت زي الفل لوحدك. وشيل صورتي او اقسم صورتي وحط صورتي وصورتك، والله العظيم تاتا دي حاجة هتسعدني قوي. انت ما علقتش في شيش وانا معلقك في قلبي. الكرييتيف ده ما تحكي لنا حاجه باسم يا عم، رد اطلع ده. ايه اكتر حاجه مرعبه بالليل بتشوفها؟ ببقى بتفرج على اي حاجه على اللاب، على اللاب، والفيلم يخلص فاطلع انا وشي في الشاشه. ايه ده مين ده بعمل كده؟ والله العظيم بعمل كده، بس حاجه تخوف. كل دول ازيك، ومفيش ازيك، ازيك يا مي، طب ازيك يا مي اجمد مي في الدنيا. يا دي النيلة، قال لك يعني انا مش عارف طب اعمل ايه تاني. رجعنا معلش يا جدعان، هي دقيقة ليك ودقيقة عليك. اول مرة كلمت واحدة قلت لها ايه؟ كنت بكلم واحدة يا اسطى كنت اموت واكلمها زمان قوي، والله كنت اموت واكلمها. قالت لي وهي البت كلامها قليل وانا كلامي قليل، فبس انا هموت واكلمها. لا لا عيد لك والله العظيم. قلت لها ايه؟ قالت لي شكلك ما نمتش وبتاع. قلت لها لا انا نايم بقالي اسبوع، انا عيد لك. عبيط قوي، لا انا فضيحه. هم فين كره البعبع؟ ورا، ولو اتحركت يا ضد النت هيقع ومش مستحمل. يا اسطى انت بقيت مشهور عندنا بالاردن. انا فوزي حبيبي يا فوزي، تخرجي ايه؟ انا على الله دايما انت بتجاوب على كل اسئله. النهارده عايزين نسمعك وتقول لنا ايه اللي كان مضايقك. انا حاجات كتير قوي، حاجات كتيره قوي، حاجات كتيره قوي. انا على طول متضايق، اصل انا نفسيا بتقلب بسرعه. عملت ايه وانت عمرك حلمت بالكراش؟ يا اسطى انا كنت بحلم بالكراش والله العظيم تلات، اقسم بالله. واقول لها كده رقصه كمان قبل ما المنبه يصحينا. الله العظيم اقعد العب معايا. لا لا احلامي متخلفه شويه. عملت ايه لما البت سابتك؟ ازيك يا كريستين، انت اجمل كريستين في الدنيا. يا اسطى انا لما البت سابتني والله زمان قوي، هي كتبت كلمه لا هي ما سابتنيش، هي اتجوزت. لا لا عايزين كمان لسه 3 4 ايام لقيتها كاتبه مارد، فانا مش فاهم يعني ايه كلمه مارد. والله العظيم انت دخلت كتبت لها هو يعني ايه مارد؟ بس انا في الانجليزي مش قوي قوي، فتلاقيني بقى انت مارد تعبانه من ايه؟ مارد ايه؟ كنت فاهم يعني ايه مارد اصلا. اه يما بكرش عليها وهي مش فاهمه. والله يا اسطى عايز انت ازيك يا قاضي؟ مرة قلت لها ايه؟ لو انت ولا بلاش الحاجات دي ما ينفعش. الله العظيم الحاجات دي ما ينفعش. قلت لها انت لو عايز دكتور عيون شاطر انا ممكن اجيب لك. انت اساسا مش شايفاني ولا ايه؟ انا قدامك والله. كانت معايا في الدرس، كانت في ثانوية عامة. قلت لها انت هو انت عايز دكتور عيون كويس؟ تقول لي ليه؟ لا انا لسه جديده مضادات. قلت لها شغال على فكرة، انت مش شايفاني اهو قدامك. يا اسطى كنت سخيف قوي والله العظيم. ازيك يا نديد؟ ايه الورد ده يا نديد؟ قول تاني ازيك يا مي عشان اصور. ازيك يا مي؟ ايه ده انت قلدك في السين؟ طب قول لي بحبك كده. ازيك يا قاضي؟ يا رب على فرحة لما لقيت الاد رديت عليا، لما لقيتك رديت عليا. يا ابويا انا غومه، انت قلبي انا غومه. طب اللي حاضر، طب لك والله. طب ايه اللي فرحك؟ والله العظيم مفيش، انا فقد الاحساس. يا جو اقول لها ايه؟ انا مش عارف اشقطها. اقول لها العالم كله هيموت من فيروس وانا هموت عليك.
نصايح غبية والله العظيم غبية.